وسط زحمة المارة وبينما يعرض الكسب بضاعتهم للبيع في سوق الأورفلي في منطقة الحبيبية ببغداد، يغادر أحد المتبضعين السوق شهيدا إلى جانب العشرات من جرح التفجير الذي نتج عن انفجار عبوة لاصقة وضعت بسيارة حمل استهدفت التجمعات في هذه المنطقة، وخسائر مادية لحقت بمركبات المواطنين إلى جانب تضرر إحدى المراكز الصحية القريبة من موقع الحدث. هم اليوم ناس منو على باب الله وأيام رمضان ناس صايم ناس ثاني يوم راح ناس شهيد واحد تقريبا 10 جرح هيجي من ضمنهم أخوي جريح. هاي الحمد لله والشكر. هاي السيارة سيارتك المحترقة؟ هي سيارة أخوي، سيارة علي صغير صغير. أي أخوي هاي سيارته هاي ولا ذاك اليوم جابها وتأذت بعد الحمد لله والشكر والكاتب الله بعد. نحمد الله ونشكره. شلون صار الانفجار؟ والله هي احنا صار الانفجار هنا تقريبا خلفكم يعني، بس ما ادري سياره، بس هي تقريبا سياره يعني، لان الانفجار كلش قوي. اي انا من اهم عبرتهم سيارتي انا وابن اخوي، وصار الانفجار يعني خلفي بعد، بس ما انتبهت يعني كانت عبونا سيفي بس يعني 900 سياره. اي يعني صارت يعني نص شارع. اي سياره. يعني شنو سبب هاي العالم هسايل احترق السيارات كيلة املاكها راحت؟ شنو السبب؟ يعني هسه هذا الرجال يعني مسكين يعني سيارته صعبه سبوبته ليش يعني انفجرت يعني انا اعوضه؟ احنا نقول كل العوض بيد الله من طلع سالم. وسايخ 15 جريح وشهيد واحد شنو ذنبهم؟ يعني ما صعب العوائد؟ يعني وين نطوجون يا رب؟ وين نطوجون؟ سوونا صوره حل احمل واديكم ترى تعبنا. مواطنون غاضبون، من المسؤول يتساءلون، وعلى الاجهزه الامنيه اللوم يلقون، مطالبين الحكومة وكعادتهم بوضع حد لتلك الانتهاكات وألا يكون المواطن ضحية صراعات القوى السياسية، مع تفعيل الجهد الاستخباراتي الغائب عن كشف الجريمة قبل وقوعها كما يقولون. أي هاي كلها دعاية انتخابية ماكو غيرها، لأن باشر يطلع لك يقول لك هذا جماعة الميليشيات والأحزاب المتمكنة، يقول لك شوف باشر لا تنتخب، هذا طلع مظاهرات ذولا جوكريه ذولا ما ادري شنو، هاي كلها كيلو معتهم ميليشيات هم اللي فجروا. اكو انفجار يصير تجي سياره بشفل يشيل لك السياره، غير تبعثون موجود اصبع موجود تحليل موجود اي شيء، باي دوله يصير انفجار ياخذون شكو دليل باقي يوخرون العالم حتى البرغي يلمونه. احنا هنا اجى شفل كنسه منه وطلع، شلون الانفجار مال باب الشرجي؟ صار انفجار اجى بالشفل كنسه وطلع، ليش؟ بيها أدلة بيها يجوز تلقى لك مستمسك على هذا الشخص، ليش يشيله؟ هذا دليل على أن هم اللي فجروا هم نفسيتهم. إيرام البوج قاطع يخلي له سيطرة يخلي له جنود. عيشة تجور يومي. ماكو ينسحبوا لو يعبوا السيارة ب 5000 لو ماكو. ناس دوار. إجت لك الضباط كل رتب أخذ الصورة هنا توكل بالله يلا خذ صورة توكل بالله. مو كنا انفجار كنا انتهى هاي خلص الانفجار راحت عالم هيك. ندى المرسومي من بغداد. التغيير.